ضيفنا النهارده هو نجم ناشئين نادي الزمالك، ولكن هو اهلاوي جدا وكان لاعب الاهلي السابق وبيكمل مسارته حاليا في التدريب في نادي سموحه. بس النهارده هنطلع بره الملعب والتمرين ونوريكوا حياه لعيب الكوره بره الكلام ده عامله ازاي. مشاهدين قناة الأهلي في كل مكان، برحب بيكم في حلقة جديدة معايا نجم. أنا شخصيا مبسوطة جدا إن هو معايا النهاردة. ازيك يا كابتن؟ عامل إيه؟ ازيك يا وزان؟ عاملة إيه؟ إيه الأخبار؟ الحمد لله تمام. جاهز؟ جاهز. كل سنة. خايفة من الحلقة دي، مش عارفة ليه. لا لا، إن شاء الله تكون حلقة لطيفة، وعايز أقول كل سنة وأنتم طيبين والأمة الإسلامية بخير إن شاء الله. كابتن هاني العجيزي، في البداية طبعا برحب بيك، كل سنة وأنت طيب ورمضان كريم. هنتكلم طبعا في حاجات كتير قوي تخص رمضان والطقوس، بس قول لي في البدايه شايف الموسم ده لسموحه ازاي؟ طبعا نادي سموحه السنه دي الحمد لله بنأدي بشكل كويس جدا، يعني الدور الاول تقريبا لسنا 4 ماتشات ونخلص الدور الاول، والحمد لله حققين مركز كويس، ماشيين مركز رابع بفارق 4 نقاط عن نادي فيوتشر اللي هو اقرب منافسين لينا، وهو المنافس الرئيسي لينا يعني في مسابقه الدوري. الحمد لله يعني الكابتن احمد سامي ده الموسم الثاني او الثالث على التوالي مع نادي سموحه، الحمد لله في استقرار وفي التزام كبير من مسكن الاداره او من اللعيبه، الحمد لله بقى في كيمياء الحمد لله كويسه، والدنيا الحمد لله لحد ما ماشيه بشكل كويس جدا، عشان كده النتائج ماشيه كويس الحمد لله. احنا الكابتن احمد سامي بيشتغل واحنا بنشتغل معاه وبنتعب، والكل مجتهد نصيب يعني، وربنا بيكافئك في الاخر على قد تعبك يعني. الحمد لله يعني زي ما قلت لك ماشيين رابع، ويعني سموحه دايما معروف ان هو دايما بيبقى موجود في المربع الذهبي، لكن الحمد لله احنا ماشيين كويس، ويا رب تكمل على خير كده ان شاء الله الدور الثاني باذن الله. في هدف معين انتوا حاطينه؟ اكيد يا رزان، طبعا كل جهاز فني او كل نادي بيبقى ليه طموح، ان هو بيطلب من الجهاز الفني السنه دي ان انت تقدر تقدم لنا ايه، هيبقى مركزك كام في الجدول الدوري. احنا الحمد لله زي ما قلت لك احنا يعني ثالث موسم، يعني الموسم اللي قبل اللي فات حققنا خامس، الموسم اللي فات حققنا رابع، ان شاء الله بنسعى ان شاء الله ان احنا ما نخرجش من المربع السنه دي، وزي ما قلت لك يعني احنا بنشتغل وبنجتهد، واللعيبه يعني اللعيبه برده اللي في ايديها كل حاجه، هي اللي الادوات بتاعتك اللي بتشتغل بيها، احنا علينا ان احنا نهيئهم بشكل كويس جدا وبشكل كبير على اساس ان هم يقدروا ينفذوا التعليمات بتاعتنا في المباريات، والمباريات جامده زي ما انت شايفه يعني دلوقتي الفرق كلها شبه بعض تقريبا، والمنافسه قويه قوي السنه دي وبالذات على المربع الذهبي والناس اللي هتنزل يعني، فان شاء الله باذن الله يبقى طموحنا السنه دي ان احنا نبقى موجودين في المربع، في ظل طبعا الفرق الكبيره اللي موجوده بيراميدز وفيوتشر والبنك الاهلي اللي مدعمين بشكل كبير جدا، بس احنا الحمد لله يعني بالامكانيات اللي عندنا نحاول ان احنا نحقق مركز كويس ان شاء الله. خلينا بقى نرجع شويه للبدايه، انت ميكس غريب جدا يعني، ناشئين نادي الزمالك ولعبت في النادي الاهلي، احكي لي على القصه دي شويه. لا والله يعني انا الحمد لله انا شرف ليا ان انا لعبت في اكبر ناديين في مصر، كان النادي الاهلي او كان نادي الزمالك، اي حد يتمنى ان هو يبقى موجود في الناديين دول. انا فعلا من ناشئين نادي الزمالك، وبعد كده مشيت رحت انديه كتيره جدا، ورحت النادي الاهلي، والنادي الاهلي كانت يعني اكبر خطوه بالنسبه لي في حياتي، لان اتعلمت فيها حاجات كتير جدا، وعاصرت جيل ذهبي يعني، طبعا جيل كابتن محمد ابو تريكه وبركات والجمعه ومتعب وفلافيو، فتقريبا الجيل ده يعني صعب ان هو يتكرر تاني، فانا اتعلمت حاجات كتير جدا كان في الملعب وانا لاعب، وكان برضو اتعلمت حاجات من مستر مانو جوزيه كتير جدا، الحمد لله يعني طلعت بحاجات كتيرة جدا من الفتره بتاعت النادي الاهلي، وكانت نقله كبيره في حياتي طبعا ان انا اكون منتمي للنادي الاهلي. مين اول حد توقع انك ممكن تبقى لعيب كور، او مين اللي قال لك مثلا لا انت لازم بقى تروح تختبر وكده عشان هتكون لعيب كور؟ والله الحمد لله يعني وانا في
في فرسكور في دمياط ناس كتيره وانا بلعب كانوا متنبئين لي بشكل كبير ان انا ابقى حاجه كويسه. الحمد لله ما حدش كان بيتفرج عليا لما كان بيقول لك لا هو عنده حاجه مميزه. ويعني في لعيبه كده مش طبعا مش عايز اتكلم عن نفسي، في لعيبه يقول لك ان هو الشخص ده اللعيب ده تحس ان هو نجم. فالحمد لله دي من وانا صغير وهي فيا. ايه المراكز اللي هاني العجيزي بيحب يلعب فيها؟ والله انا كل مدرب كان بيجي كان بيلعبني في مركز. دي حقيقه فعلا. يعني انا اصلا بلعب رقم 10 بلاي ميكر، وانا صغير برضو كنت بلعب سترايكر. في مدربين جم لعبوني وينج، فانا الحته اللي قدام دي لعبت فيها في كل المراكز اللي فيها. كابتن شاو غريب برضو في مره في لما كان مساكنا في سموحه لعبنا ديفندر واديت بشكل كويس وجبت جولين الماتش ده. فلعب الكره روزان لو انت عندك الامكانيات ان انت تاهلك تلعبي كره قدم، انا شايف ان حته المركز دي مش صعبه خالص. يعني لعيب الكره بيلعب في اي حته، بدليل ان احنا لما بنيجي نلعب خماسي في اي مكان انت بتجري في الملعب كله، فما فيش مركز معين انت بتلعبي فيه. فدايما لعيب الكره الموهوب ممكن يلعب في اي مكان، ما فيش عنده اي مشكله خالص. لكن انا المكان المحبب ليا رقم 10. يعني انت شايف ان اي لعيب لازم يلعب في كل المراكز او يؤدي كل المراكز؟ لا مش لازم، مش لازم. انت برضه ما تجيش ان انت مثلا يبقى في سيرد باك مثلا واحد بيلعب مساك وتيجي تقول يلعب فرود، فدي هتبقى صعبه عليه. كل مركز برضه يتطلب برضه الشكل البنيان الجسمي بتاعه، المرونه، التكتيك، التكنيك بتاعه، الحاجات دي كلها مهمه جدا في 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 اي مركز. فمش ينفعش ان انت تجيبي مثلا واحد سترايكر عنده مرونه وعنده حته انه بيعرف يجيب جول وتلعبيه سيرد باك، مش هتستفادي بيه باي حاجه يعني. فحته ان انت توظفي اللعيب دي انا شايف ان هي حاجه مهمه جدا في اي مدير فني، ان هو بيبقى شايف امكانيات اللاعب ده يقدر يؤدي في كذا مركز ولا لا. طبعا كلنا مش ناسيين الهدف بتاعك قدام برشلونه، احكي لي بقى عن كواليس هذه المباراه بشكل عام. والله بصي هقول لك على حاجه، احنا ماتش برشلونه ده يعني احنا رايحين كاننا كنا رايحين برشلونه، فانت راح تتفسحي يعني راح تلعبي يعني نفطر ونيجي على طول. راح نتفرج على ميسي، راح نتفرج على تيري هنري، راح نتفرج على لعيبه كتير جدا كانت موجوده. فكانت بالنسبه لنا كانت حاجه حلوه طبعا النادي الاهلي يلعب برشلونه. وكنا رايحين، انا كنت لسه صغير طبعا برضو كانت تاني سنه ليا مع النادي الاهلي وما كنتش عليا ضغوطات كبيره. يعني انا طبعا اللعيبه الصغيره برضو بيبقى ضغوطات بتبقى اكتر على اللعيبه الكبيره اللي في الفرقه، يعني زي ابو تريكه ووائل جمعه وبركات وامير عبد الحميد والناس دي. بس انا اتفاجئت ان انا بادئ الماتش، هي دي بقى المشكله يعني. كنت متفاجئ طبعا، اتفاجئت بشكل كبير جدا ان انا بادئ الماتش، ما كنتش عامل حسابي خالص. ما زي ما قلت لك احنا كنا رايحين ان احنا خبر بقى وقع عليك ازاي؟ الكابتن حسام بدري طبعا كانت اول ولايه ليه، كان لاعبين قبلها سلتك وما كنت قاعد احتياطي ونزلت اخر ربع ساعه، ودي كانت ده كان تاني ماتش لينا مع برشلونه. وطبعا قاعدين بيقول التشكيل، فقال لك هنبدا بفيرود هاني العجيزي. فطبعا اتفاجئت، مش عايز اقول لك يعني اتخضيت بشكل كبير والله العظيم، فعلا اتخضيت. لان طبعا انت مش مهيئ ان انا مش هيئ نفسي خالص ان انا ابقى موجود. لكن الحمد لله توفيق من ربنا، عملت ماتش كويس جدا وقدرت ان انا اجيب جول وظهرت بشكل كويس الحمد لله. بس ما كنتش متوقع خالص، ما حدش كان متوقع خالص. يعني كانت بطوله كويسه وماتشات اللي الواحد عمره ما ينساها. فرحت طبعا بقى بعد الجول، بقيت حاسس انه الحمد لله خلاص انا حققت كده نص اللي انا عايزه. لا خالص والله انا عايز اقول لك برده ان انا يعني لا انا طموحي عالي ان انا ابقى موجود. انا كل تفكيري ان انا العب في النادي الاهلي، كان كل همي ان انا العب في النادي الاهلي. لكن حته ان انا خلاص بقى حسيت ان انا عملت حاجه كبيره، بالعكس انا بعد الماتش الموضوع كان بالنسبه لي عادي جدا. عارف ان احنا خسرنا، يعني حتى لو انت بتلعبي برده برشلونه او ريال مدريد النادي الاهلي لما بيخسر فالموضوع بيبقى صعب شويه، ما حدش بينسب الفضل ليه في اي حاجه. بعد الماتش ما ولا حسيت ان انا عملت حاجه، لكن بعدها بقى مع مرور السنين السوشيال ميديا طبعا فبدات تقول ان هاني العجيزي اللاعب الوحيد اللي من النادي الاهلي جاب جول في برشلونه، فالموضوع بدا يكبر وبدا الكلام كتير على الجول ده بدا يبقى بشكل كبير جدا. عايز اسالك بقى يا كابتن، يعني شايف الموسم ده للنادي الاهلي ازاي؟ موسم النادي الاهلي السنه دي، النادي الاهلي ماشي بشكل كويس في الدوري طبعا، استقرار فني بشكل كبير جدا على مستر موسيماني. الراجل محقق بطولات كتير جدا مع النادي الاهلي وفي خلال سنتين، فدي حاجه تتحسب له.
تدعيمات مجلس الإدارة بصراحة مش متأخر خالص على الجهاز الفني في أي حاجة، ودي الحاجة المميزة اللي موجودة في النادي الأهلي. أنا شايف إن الأماكن كلها في النادي الأهلي فيها عنصر أو اتنين أو تلاتة مميزين. النادي الأهلي السنة دي عنده فرصة إن هو يحقق البطولة الـ11 في بطولة أفريقيا، ودي بقى تبقى التالت على التوالي، ودي حاجة طبعا كبيرة جدا للنادي الأهلي بعد غياب 7 سنين بطولة أفريقيا من فترة. فطبعا انا متاكد ان النادي الاهلي السنه دي ان شاء الله لو اللعيبه عندها الطموح ان هي تقدر تحقق الانجاز ده، فدي حاجه تتحسب لهم بشكل كبير جدا على مدار السنين اللي جايه. كنت لاعب في سموحه ودلوقتي مدرب في سموحه، ايه الفرق بقى ما بين رؤيتك للعب الكوره ما بين رؤيتك كمدرب؟ لا، اختلاف كبير جدا طبعا. يعني وانت لاعب بيبقى تركيزك كله على ان انت هتبقى كويس بس. مبدئيا كنت متوقع اصلا تكون مدرب فريق؟ لا خالص, خالص خالص خالص، ولا كانت ولا فكرت فيها اصلا حتى بعد ما بطلت كوره. لكن هي طبعا اراده ربنا، ان انا ربنا برضو عشان الواحد نيته كويسه، فاكيد ربنا بيسبب لك الاسباب ان انت تبقى في المكان الصح. حتى لو انت مش عاوز الحاجه دي ربنا بيوجهك ليها. يعني انا بعد ما بطلت تقريبا ما كانش في دماغي خالص حته التدريب. انا ليا ناس صحابي كلموني وقالوا لي تعال امسك في قطاع الناشئين في سموحه، وكذا مره يعني كذا حد كلمني، لحد ما خدت القرار، صليت صلاه استخاره وقلت اروح اجرب مش مشكله. فرحت جربت لقيتني فعلا عندي حته القياده دي بشكل كبير جدا، وحتى الناس كمان اتفاجئوا بيا وانا في النادي. الحمد لله بفضل من ربنا كنت قريب من اللعيبه جدا، وكان سني صغير 2005 يعني حوالي 15 سنه. الولاد كانوا حابيني جدا، وقدرت ان انا احقق معاهم حاجات كويسه. لعبنا ماتشات كبيره، والمعامله كانت برده صعبه شويه، انت بتتعاملي مع جيل لسه طالع من البراعم، فحته التعليم بالنسبه له دي يعني لسه بيتعلم ألف بيه كوره. وانا برده كنت لسه ما خدتش كورسات ولا خدت دورات تدريبيه ولا اي حاجه، بس الحمد لله بخبره ان الواحد كان لعيب كوره، وانا كنت بحب حته النفسيه شويه في اللاعب، فقدرت ان انا اتعامل معاهم بشكل كويس جدا، وقدرت ان انا اطلع منهم اللي انا عاوزه. والحمد لله يعني فرقه 2005 في نادي سموحه كانت ماشيه بشكل كويس جدا في دوري المنطقه، لكن الحمد لله يعني الناس موجوده في النادي وكان بيتكلموا على هاني الاجازي بشكل كويس ان هو يبقى ليه مستقبل كويس، واتمنى ان شاء الله يكون عند حسن ظن الناس. والحمد لله ربنا كرمني وطلعت مع الكابتن احمد سامي الفريق الاول. لو هنقول اهم انجاز في حياتك لحد دلوقتي حققته هيكون ايه؟ لا، وجودي ان انا لعبت في النادي الاهلي ده اهم انجاز. طب ايه القرار اللي لو رجع بيك الزمن تاني هتاخده برضو، وايه القرار اللي مش هتاخده؟ طب نبدا باللي مش هاخده، ان انا مشيت من النادي الاهلي، لان كنت لسه صغير برضو، كنت 23 سنه 24 سنه، وانا كنت حابب ان انا العب كوره، ابقى موجود في الملعب دايما. فقراري من ان انا امشي من النادي الاهلي ده كان قرار بالنسبه لي صعب جدا، ولو عاد بيا الزمن عمري ما كنت هاخد القرار ده، لان الحمد لله وانا في النادي الاهلي كان الناس متنبئين لي بشكل كبير جدا ان انا ابقى حاجه كبيره، وانا اللي قررت ان انا امشي. يعني حتى باشمهندس فرج عامر اصر ان هو ياخدني من النادي الاهلي، والباشمهندس عادل كي يعني موجود حي يرزق طبعا، اتمنى له الصحه والسلامه، لكن انا قررت ان انا امشي، كان اكبر غلط بالنسبه لي. يعني ليه قررت كده اصلا؟ زي ما قلت لك حابب ان انا العب، انا من اللعيبه اللي بحب ان انا دايما رجلي تبقى موجوده في الملعب. يعني لو قعدت احتياطي ماتش ممكن اتضايق جدا ويبقى مودي وحش خالص وما اعرفش اتعامل، ده حب في الكوره مش اكتر يعني. طبعا هو حق اي لعيب عامه، وده بيبقى طموح اي لاعب في اي نادي خصوصا النادي الاهلي. بالظبط، بس ساعات بيبقى برده قرار غلط. يعني انت برده ممكن يبقى المدرب، انا دلوقتي مدرب وعارف متطلبات المدير الفني كل ماتش بتبقى ماشيه ازاي، ممكن الماتش ده الماتش مش محتاج هاني، محتاج حد تاني يأدي بشكل كويس او بوظائف معينه المدير الفني عاوزها. لكن انا بلعب طبعا ما كانش في دماغي الكلام ده خالص، كان كل همي ان انا ابقى موجود في الملعب، وان انا حابب ان انا ابقى موجود في الصوره دايما، وحابب ان انا اعمل الحاجه اللي انا بحبها. فهو ده القرار الوحيد اللي انا خدته غلط في حياتي. مش هتعمل؟ طب القرار اللي هتعمله؟ القرار اللي انا هعمله
والله مش عارف دلوقتي، بس كان نفسي اطول في الملاعب اكتر من كده. يعني انا بطلت بدري شويه، بطلت 34 سنه، انا شايف ان هو كان بدري شويه. كان نفسي ان انا افضل فتره كبيره جدا في الملاعب، لان انا حابب الكوره بشكل كبير جدا يعني. والحمد لله يعني ان انا قدرت ارجع عليها تاني، بس كمدير يعني كمدرب عام في نادي سموحه، او كمدرب يعني سابق في نادي سموحه في الناشئين يعني. طب ده قرار نفسك تعمله، في قرار انت عملته وهتعمله تاني لو رجع بيك الوقت؟ هو ان انا رحت النادي الاهلي يعني. يعني انت قررت تعمله انك سبت النادي الاهلي، والقرار اللي تعمله انك رحت النادي الاهلي. بص يا عايز اقول لك على حاجه، النادي الاهلي بجد يعني مش اي حد يقدر يقول اللي انا بقوله ده الا لما يكون داخل النادي الاهلي بجد. ده مش كلام، والله العظيم دي حقيقه فعلا. النادي الاهلي تحس ان هو بيتك، تحس ان انت بتتعاملي مع الناس ان انت عيله واحده. انا اشتغلت في قناه النادي الاهلي حوالي سنه تقريبا او 10 شهور، كنت مبسوط جدا 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 بالفتره اللي انا قضيتها في قناه النادي الاهلي. وحتى لما مشيت ورحت النادي سموحه مع كابتن احمد سامي، قد ايه برضو ان ده اثر فيا شويه، ان انا بعدت عن النادي الاهلي، الحاجه الوحيده اللي انت بتنتمي لها. فالنادي الاهلي بالنسبه لي نفسي ان انا افضل موجود في النادي الاهلي طول حياتي كلاعب، وبعد ما بطلته او كاي حاجه، اي بوزيشن موجود في النادي الاهلي. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل ومكملين مع النجم كابتن هاني. برحب بيك مرة تانية، قول لنا بقى بتعمل ايه في رمضان؟ طقوسك بشكل عام. رمضان طبعا ده احسن شهر في السنة بالنسبة للمسلمين كلهم. انا بالنسبة لي هو عبادة وصلاة وصوم وقراءة قرآن، وطبعا لو في تمرين بعد الفطار بنتمرن وبس يعني. لكن طبعا الواحد بيتمنى ان الشهر يعني شهر رمضان ده يبقى طول السنه بصراحه يعني. الواحد بيبقى في حاله نفسيه حلوه جدا. طبعا عايز اقول كل سنه وانتم طيبين الساده المشاهدين، ونحاول ان احنا نغتنم الشهر ده بشكل كبير جدا في العباده وفي الصلاه وفي الصوم وقراءه القران يعني. في حاجة معينة بتستناها في رمضان؟ يعني بتستنى رمضان علشانها؟ غير ان يومك كله عبادة يعني. لا والله يعني لا، ما فيش حاجة معينة، لكن هي حتة زي ما قلت لك، بس القرب من ربنا ده بيبقى بكثرة شوية في الشهر ده. والواحد بعد ما رمضان بيخلص بيحاول ان هو يفضل يتعامل بالشكل ده في طول الشهور اللي بعده. لكن طبعا ظروف الحياة والشغل والحاجات دي بتخليك ان انت برضو تأثري شوية يعني. لحد دلوقتي من كل النجوم اللي لعبت معاهم، في تواصل دلوقتي مع اي نجم اللي لعبت معاهم؟ اكيد طبعا يعني. الكورة طبعا مش متوقفة بس ان انت بتبقي لعيب في فرقة، وبعد ما بتبطلي او بعد ما تبعدي عن الفرقة دي خلاص الموضوع العلاقة بتنتهي يعني. لا طبعا بيبقى في تواصل، ولما بنتقابل في اي مكان خارج الملعب، في اي مكان في الشارع حتى بنتقابل وبنتكلم بشكل كبير جدا. لكن حكم الشغل بس هو اللي بيحكم على الواحد، ان طبعا في ناس بتبقى موجوده في اسكندريه، موجوده في اسماعيليه بحكم شغلها، فالعلاقه بتبقى عباره عن تواصل بس بالموبايل او شات او الحاجات دي. لكن طبعا في لعيبه كتير طبعا بتواصل معاها لحد دلوقتي، والحمد لله ربنا يديم الصداقه دي. يعني تواصل بشكل سطحي، يعني مفيش حد مثلا قريب منك تكلمه وتحكي له الموضوع نديب ويا؟ لا، في كابتن احمد عادل طبعا، ده عشان برضو موجود معايا في اسكندريه، فهو حبيبي جدا وبنتقابل تقريبا كل 3 4 ايام كده بنتقابل. وفي لعيبه تانية كتير برضو، في محمد سمير وفي صلاح امين معايا طبعا في الجهاز الفني نادي سموحه. فصلاح طبعا يعني اخويا برضو، ومن اللعيبه المحترمه الجميله اللي الواحد فخور ان هو يعني يتعرف على واحد صلاح امين يعني. لا انت كهاني بقى بشكل عام، مين اقرب حد ليك؟ ممكن مثلا لو انت دلوقتي مخنوق هكلمه دلوقتي احكي. لا انا لما مخنوق ما بكلمش حد. تقعد ساكت. شخصية غامضة انت برضو قوي يا كابتن. لا مش غامضة، بس انا مش اجتماعي قوي يعني.
بس لا ما عمري فكرت ان انا اشتكي لحد في حاجه تخصني يعني. الحمد لله بقدر احل مشاكلي بنفسي يعني. علاقتك ايه بالسوشيال ميديا؟ لا السوشيال ميديا بالنسبه لي صور لا اكتر يعني. انا ممكن اكون بحب الصور شويه، فعندي انستغرام عندي فيسبوك، بحاول كل فين وفين ان انا انزل مثلا صوره. لكن السوشيال ميديا بشكل عام انا شايف ان هي مضره جدا، مش حاجه كويسه خالص. فالناس بتتعامل معاها بشكل خاطئ بشكل كبير جدا. حتى التواصل دلوقتي ما بين العائلات وما بين الاصدقاء بقى عباره عن بوست وصوره وكلام. ده الاول ما كانش فيه الكلام ده خالص. اول كنت بتروح لواحده صاحبتك مثلا، او واحد صاحبك بتروح له، بروح له البيت، هو بيجي لي، حد مريض، حد توفى لا قدر الله، بتروح تعزي بنفسك. دلوقتي النعي حتى كمان بقى موجود على السوشيال ميديا. في الموضوع انا شايف ان هو عمل فجوه كبيره جدا ما بين الناس وبعضها. وانا شايف زي ما قلت لك الناس برضو بتتعامل معاها بشكل خاطئ يعني. طب علاقتك ايه بالمطبخ في رمضان؟ تعرف تطبخ وكده؟ والله انا اكتشفت ان انا ما كنتش بحب الاكل وانا بلعب. لكن بعد ما بطلت ما اعرفش مش حته ان انا اطبخ. لا انا ما بحبش اطبخ ولا ليا في الموضوع خالص. لكن ممكن الواحد عشان ما بقاش بيتمرن او كده، فممكن تكون الشهيه اتفتحت شويه، فالواحد بدا يحب الاكل، بدا يركز في الاكل. فالحمد لله يعني مش باين عليا لحد دلوقتي، لكن ربنا يستر بعد كده. لكن في رمضان طبعا الواحد لازم يحافظ على نفسه بشكل كبير جدا، لان طبعا انت لو سبت نفسك في رمضان الموضوع هيكبر. يعني انت من الناس اللي بتحب تاكل في رمضان؟ لا، هي وجبه يعني، هي وجبه بتاعه الفطار والسحور بقى، لو في سحور مثلا زبادي بتاع حاجات كده، حاجه لايت خلاص يعني. لكن بتكلم عامه غير رمضان يعني. في رمضان بتحب تخرج اكتر ولا تقعد في البيت؟ احنا بالنسبه لنا مفيش وقت الخروج، احنا خالص يعني كله بيت. طبعا لا مش بيت، يا ريت بيت. احنا بنتمرن بعد الفطار. انا اقصد بعد التمرين، في خلال بقى يعني بعد التمرين احنا بنخلص الساعه 12. ما احنا بنتمرن 10، والفطار مثلا 6:30 7، بتتمرني مثلا حوالي 3 ساعات على ما تخلصي وتاخدي شاور وكده. فالموضوع بيبقى اليوم عدى الساعه 12، بتفكري بقى تتسحري وتصلي الفجر فالموضوع بالنسبه لنا في رمضان بيبقى صعب شويه. قبل الفطار بقى كله قاعد في البيت. قبل الفطار بالظبط، هو صاله بقى. وانا ساعات بروح الجيم قبل الفطار، فبضيع وقت شويه. لكن مفيش وقت بالنسبه لنا احنا كمدربين يعني، او لعيبه كوره تقريبا، ان هم يعملوا حاجه في رمضان غير الصلاه والتمرين يعني. بتتابع مسلسلات في رمضان؟ لا. ولا بتستنى بعد رمضان تجمعهم كده كلهم؟ لا مش لو في حاجه مثلا يعني، انا ممكن انا لو حبيت ان اتفرج على حاجه بتفرج عليها بعد نص رمضان. بعد نص رمضان؟ عشان تجمع الحلقات مش لا. ايوه عارف، انا ما فيش صبر اللي هو مش لسه هستنى. بالظبط، دي حاجه. وتاني حاجه بشوف ايه اللي تشد، ايه اللي يشد الناس، وايه اللي بتسمع الاراء. الاراء الناس بتتكلم ازاي على المسلسلات. ولو في حاجه يعني، انا كل سنه بعمل كده. الاختيار مثلا السنه اللي فاتت اتفرجت عليه في الاخر، في اخر 15 يوم، لان الحلقات اللي انت عارف برضه حياتي في الاول دي بتبقى برضه مش مفيش فيها الشده شويه. لكن هو بس الدخله بتاعت رمضان دي الواحد بيبقى يعني مشدود شويه ان هو يقرا قران ويحافظ على الصلاه والصوم والصلاه والكلام ده. لكن مع الوقت بتلاقي الموضوع بقى عادي شويه. فممكن الواحد بيبقى عنده مثلا ساعه ساعتين انت تتفرج على مسلسل، هو مسلسل واحد مفيش اكتر من كده. انا ما بحبش اصلا كمان مود المسلسلات ده خالص، مش بتاعتي خالص يعني. طب لو يعني هنختار حاجه فارقه عن رمضانات اللي فاتت ما بين رمضانات دلوقتي، هنختار ايه؟ حاجه افتقدناها يعني زمان عن دلوقتي. زي ما قلت لك، اول حاجه طبعا الزيارات. الزيارات الاول كانت احسن من كده بكتير، وكانت الطف من كده بصراحه. كان في ود، كان في حب ما بين الناس. دلوقتي عشان تعزمي حد لازم تعزميه بره يعني، حتى العزومه بتبقى بره في مكان بره. ده حقيقه فعلا، لما تيجي حد يكلمك يقول لك عازمك، طب ناكل فين؟ يعني فاهم، حته العزومات في البيوت دي بقت معدومه بشكل كبير جدا، مش في رمضان بس، كمان غير رمضان. ما اعرفش ايه السبب بصراحه، لكن حته الخروج بقت عشان الاماكن زادت. الاماكن زادت فعلا بشكل كبير جدا، والاماكن كمان بتشد الواحد ان انت تروحي اماكن
كل يوم مكان جديد. ف حته الزيارات ما بين الناس وبعضها في البيوت دي قلت بشكل كبير جدا. طيب في الفقره دي هسالك اسئله وتجاوبني بصراحه، انت صريح مبدئيا؟ على حسب سؤال. لا انت هتكون صريح في كل حاجه. ماشي. يعني بما انك بقى شخصيه غامضه وكده اكيد شخصيه صريحه برضو يعني. لا اكيد صريح طبعا. بصراحه انت مين في كلمه واحده غير الغامض؟ توصف نفسك بكلمه. بكلمه واحده؟ كلمه واحده بس. الجدع. الجدع. جدع. بصراحه لو في حاجه هتغيرها في شخصيتك هتكون ايه؟ في شخصيتي اللامبالاه، مع ان انا شايف ان هي حاجه كويسه مش حاجه وحشه. ده حاجه تحفه، ده انا بحسدك من كل قلبي على اللامبالاه. يعني انا اخترت بطريقه عشان دي انا مش مقتنعه بيها خالص على فكره. لا صحاب كتير جدا فعلا بيحسدوني على الحاجه دي، يعني انا من صفه حاليا في الزمن ده هي صفه بصراحه ما فيش احلى من كده. هو برج الجدي دايما بيبقى كده يعني. بصراحه امتى اخر مره عيطت؟ لا دي صعبة. صعب تفتكرها ولا صعب تحصل؟ هي صعب تحصل بس لا أنا فاكر طبعا يعني في وفاة والدي، الكلام ده من حوالي 12 13 سنة. يعني أنت بقالك 12 13 سنة يا كابتن ما عيطتش؟ أه الحمد لله. كابتن هاني أنا مش عاجبني الإجابة. مش عاجبني الإجابات. طب ليه أعيط ليه؟ مفيش حاجة تستاهل الواحد يعيط عشان. لا هو ده كده كده بس إحنا ساعات بنبقى أحيانا يعني على فكرة هي الفكرة دي أنا بحسها يعني بصراحه موضوع الراجل ان هو يعيط ده ناس كتير قوي بقت تشوف انه لا ضعف، مع ان على فكره الراجل ده شخص ايموشن بني ادم طبعا طبعا، لكن انا زي ما قلت لك مفيش حاجه تستاهل الواحد يعيط عشانها يعني، الا فقد حد بتحبيه او بتعزيه، غير كده الدنيا دي كلها مفيش حاجه تستاهل الواحد يعيط عشانها يعني. بس احيانا بتحس انك محتاج تعيط عشان تفرغ طاقه يعني. يعني ممكن يعني اتضايق، يعني انا من نوعيه الناس اللي بتضايق بقعد لوحدي، بحب اقعد لوحدي، ما بحبش اكلم حد نهائي، وباخد جنبي كده لوحدي واحاول استوعب اللي حصل وابدا اخرج نفسي باي طريقه باي شكل. بس عمرك ما لجأت لحل العياط؟ لا خالص، ولا لحد يعني، ولا حتى ان انا مثلا لجأت لحد ان انا اشتكي له ان حصل مثلا كذا كذا خالص، حتى مشاكلي كلها بحلها بنفسي الحمد لله يعني. بصراحه خبيت على مراتك حاجه قبل كده؟ خبيت على مراتي؟ خبيت عليها. خبيت عليها ايه؟ لا لا حاجات يعني حاجات عادية. حاجات ليها علاقة بإيه؟ طب لما هي حاجات عادية مفيش خبيتها ليه؟ مفيش، بصي أقول لك حاجة، مفيش راجل بيخبي على مراته حاجة. ما بيخبيش على مراته حاجة سوري. اللي يقول لك كده بيبقى كذاب. لا على فكرة في ناس ما بتخبيش حاجة. لا 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 صعب. على حسب نوعية الحاجة. بالظبط. ايه هي بقى نوعية الحاجة اللي خبيتها؟ لا حاجات كتير جدا، ما بصي الحياة دي مليانة مواقف ومليانة حاجات كتيرة جدا بتحصل، فانت غصب عنك برضو انت بتتعاملي مع مراتك مثلا، فلازم ان انت في حاجات ممكن انت تعرفيها او ممكن حاجات بتحصل ليك، فانت ممكن تيجي تقوليها هي تفهمها بشكل خطأ او بشكل غلط، فممكن تزعل غصب عنها لان برضو هي طبعا حساسة جدا، واي حاجه هتقولها لها ممكن تضايقها. انا ما بحبش عامه ان انا يعني اضايق اي حد قدامي، مراتي او حد صاحبي، انا بخاف على شعور الناس بشكل كبير جدا، وما بحبش ان انا اضايق حد باي حاجه اقولها له، يعني ممكن اخبي عنه بس ما اقولوش. يعني هنقول ان هي النيه سليمه تماما. الحمد لله، يعني الواحد بيتعامل بالنيه و ربنا يستر. طب لو حد وصل لك كلام ان في شخص ما بيتكلم عليك بشكل مش كويس، هتروح تواجه ولا كانك سمعت حاجه؟ على حسب هو عمل ايه. اتكلم عليك بشكل كبير قوي صعب. ما هو ممكن يتكلم عليا اللي هو كلام عادي. لا مش عادي. وممكن يعمل لي مشكله. لو في مشكله كبيره ممكن اروح اتكلم معاه. هتروح تتكلم معاه وتفهم؟ طبعا واجهه. تواجهه على طول؟ طبعا، لكن لو كلام عادي ما طول عمري الناس بتتكلم عليا فبتكلم يعني عادي بتعامل يعني. بصراحه اتعس فتره في حياتك؟ بعد ما بطلت. بعد ما بطلت كوره؟ قعدت 6 شهور مكتئب. 6 شهور ما بخرجش من البيت. مش مصدق ان انا بطلت كوره. ده كان قرار؟ هو بصي لا هو قرار، بس قرار خدته بعد ما اجبرت عليه يعني.
وكبرت عليه؟ لا ال ال عدم اللعب برضو قبل ما بطل وحتة العروض اللي جات لي ما كانتش تليق باسم الواحد، كنت حاسس ان هي مش هتضيف لي حاجه يعني. الحمد لله بعد ما الواحد لعب في انديه كبيره جدا وكده، فما كنتش حاسس ان العروض اللي هتجي لي دي لو رحتها او الانديه اللي جات لي هروحها ان هي هتضيف لي في حاجه، لا بالعكس كانت هتقلل مني يعني، مع احترامي كل الناس اللي كلموني يعني. بس مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مره تانية مع حضراتكم. مشاهدينا رجعنا لحضراتكم مره تانية. بص يا كابتن، بقى في الفقره دي هسالك اسئله سريعه وهتجاوبني باسامي لعيب او مدربين. مين صاحب اقوى تسديد؟ عامة على مدار ال بس محلي يعني، يفضل ان يكون محلي. محلي؟ انا مش بالنسبه لي التسديد وخلاص يعني، التسديد ده برضو ليه تكنيك معين، ان انت تشوت ازاي وان انت يبقى الكره رايحه فين، وفي تسديد وانت بتجري وفي تسديد بكره ثابته. فانا شايف ان اللي كان موهوب فيها في ناس كتيره، في محمود ابو الدهب كان موجود، كان رجليه كانت تقيله جدا، وابراهيم سعيد. ابراهيم سعيد من اللعيبه اللي هي بتشوت بشكل كويس وهي بتجري تريبلينج بالكوره، وفي الاخر معتز اينو. هنختار واحد. واحد ما هو لو قوه يبقى سمير كامونا، لكن لو تكنيك بيبقى ابراهيم سعيد. مين احسن لعيب بيعرف يلبس؟ بيعرف يلبس، ما هو في كتير بيلبس، بس مين اللي بيليق عليه اللبس؟ الفكره في كده. بيعرف يلبس ستايل يعجبك. يعجبني انا؟ مش عارف، ممكن احمد حسن بيلبس كويس، شباب بقى بيلبس. حسام غالي ستايل برضو ولبسه حلو بيعجبني يعني، حاجه بسيطه وبتليق عليه في نفس الوقت. طب مين اكتر لعيب ما بيعرفش يلبس، او نقول يعني بيلبس لبس مش لايق عليه؟ مش لايق عليه على ايامنا كان في كتير برضه، كان احمد السيد انا ما بعرفش يلبس خالص. مين اكتر لعيب شايف ان دمه خفيف؟ دمه خفيف؟ احمد السيد دمه خفيف جدا على فكره. بما اننا بقى قلنا ان هو قطعنا فيه فلازم نديله واحده برضه حلوه. ده احمد السيد كوميدي جدا جدا جدا، وفي اينو برضه فظيع كوميدي بشكل كبير برضه. في لعيبه تانية بقى في انديه كتيره، كل نادي اكيد في واحد كده لازم يبقى خفيف الدم يعني. طيب مين بيحب يسمع اغاني بصوت عالي؟ يسمع اغاني بصوت عالي؟ لا انا في واحد بيرقص بقى. مش بيرقص، انا في واحد كنت ببات معاه كان سيد معوض، كنا بايتين قبل كده في معسكر من المعسكرات، كان في ليبيا، كنا لاعب الاتحاد الليبي. فانا نايم في الاوضه معاه فقال لي علي التلفزيون، فاستغربت بقول له ليه؟ قال لي ما بعرفش انام الا كده. قلت له طب انا مش عارف انام والتلفزيون نايم والتلفزيون شغال عالي؟ المشكله مش في كده، المشكله ان هو ما بعرفش ينام الا على صوت غساله يعني. ده اللي انا اكتشفته. قلت له ازاي؟ قال لي يعني انا في البيت لازم انام، لازم الغساله تشتغل وبصوت عالي. قلت له طب انا انام ازاي؟ يعني انت انا علي التلفزيون انا مش عارف انام كده. قال لي مش مهم انت. المهم انت، المهم انا. مين اسرع واحد في الملعب؟ اسرع واحد في الملعب حاليا طبعا انا شايف محمد صلاح كبره دلوقتي. في لعيبه كتيره برضو سريعه، بس برضو زي ما قلت لك السرعه ما انت مش 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 شرط ان انت تبقى سريعه وخلاص. لازم يبقى في تفكير ازاي انت بتجري وازاي انت تستغل السرعه بتاعتك في اوقات معينه. في لعيبه كتيره دلوقتي سريعه يعني، لكن محمد صلاح طبعا الوحيد اللي بيستغل السرعه بتاعته بشكل كبير يعني، وبتاثير على المرمى يعني. مين احسن واحد بيعرف يتكلم في الانترفيوز بشكل عام؟ من اللعيبه او مدربين؟ لا مدربين في كتير طبعا، في كتير. كابتن حلمي طولان طبعا استاذ وقيمه كبيره جدا. في كابتن احمد سامي برضو اشتغل فتره في التحليل ودي ساعدته بشكل كبير جدا، ان هو حته الطلاقه في الكلام دي انا بتعلمها منه برضو.
الحاجات اللي هو ان انت تقوليها وينفع تقوليها وينفع ما تقولهاش. في مين تاني؟ في ناس كتيرة بصراحة يعني كويسة. يعني اكتر واحد كاريزما؟ كاريزما اللعيبة حاليا؟ حاليا من وجهة نظرك يعني. في الاهلي، في الاهلي بشوف السولية. السولية كاريزما وقائد وعنده مسؤولية كبيرة جدا، وشايف انه اكتر واحد في النادي الاهلي. اكتر واحد وسيم؟ وسيم شكلا من وجهة نظرك برضه. لا، وعلى ايامنا كان حازم امام طبعا. طبعا يعني حازم امام كان فلتة كده، لكن دلوقتي وسيم في ناس كتير شكلها حلو يعني، بس هي فكره القبول يعني في لعيبه عينيها خضراء وشعرها اصفر لكن ما فيش قبول، وفي العكس برضو. مش شرط ان انت تبقي شكلك حلو يبقى انت عندك قبول عند الناس يعني. بس مش عارف مش قادر اتذكر حد يعني، لكن طب ساعديني. طيب في السؤال ده هنختار انت مثلا يا كابتن. لا انا مش وسيم خالص والله، انا مش وسيم. مش اختارك انت عادي يا كابتن. انا كفايه اللي بيتقال عليا. هقول انا القبول. هنقول عندك قبول. القبول ده اهم حاجه طبعا عند الناس. طبعا. اخر فقره معانا، هسالك اسئله عامه وهتجاوبني بشكل عام، وبعدين هتطلع الموبايل بتاعك وتكلم حد قريب منك وتحطه سبيكر، تساله نفس الاسئله وهنشوف اجاباتك مطابقه مع الاجابات اللي انت قلتها مع اجاباته ولا لا. اكتر اكله مش بتحبها؟ عمرك ما تاكلها؟ السوشي. سوشي؟ يعني حبش خالص صراحه. دقته يعني وما عجبكش ولا ما دقتوش؟ عشان في ناس ممكن تقول لك ما بحبوش وهي ما دقتهوش. لا دقته طبعا كذا مره، وما بحبش الاكل الناي خالص. لو عندك فرصه تختار لاعب عالمي ولاعب قديم تفطر معاه، هيكون مين اللاعب العالمي ومين اللاعب القديم؟ اللاعب العالمي طبعا رونالدو، انا من عشاقه يعني. لاعب مصري، انا ابو تريكه اكلت معاه كتير بس نفسي ان انا حاليا اشوفه واقعد معاه تاني. كريستيانو رونالدو ومحمد ابو تريكه. طيب لو كنت ممثل كان ممكن تمثل دور ايه؟ اكشن، دراما، اي حاجه حطيني مع احمد عز فيها انا معاكي. بتحب احمد عز؟ جدا. شايف نفسك احمد عز انت؟ لا مش عامل، لا يعني في ناس كتير بتقول ان انا في شبه منه، لكن بحب ادواره كلها بصراحه، اذا كانت كوميديه او اذا كانت اكشن او اذا كانت حاجه. موهوب بشكل كبير جدا وكاريزما، ويشد اي حد ليه ان هو يتفرج عليه. لو هتفتح محل اكل هيكون ايه؟ محل اكل هيبقى محل ايه؟ محل بيتزا. بيتزا؟ بحب بيتزا. ريال مدريد ولا برشلونه؟ ريال طبعا. اول حد بتكلمه لما تكون مخنوق؟ ما بتكلمش حد وانا مخنوق. انت قلت لي المعلومه دي. مين بيغلبك في البلاي ستيشن؟ لا انا لا، احمد عادل ساعات بيكسبني وانا ساعات بكسبه. في لي واحد صاحبي كان مدرب عام معايا في 2005 اسمه محمد جاد، ده حريف كويس وبعرف يلعب. وفي واحد صاحبنا برضو اسمه عبوده برضو بيكسبني، لكن انا البلاي ستيشن مش قوي. لكن انا في حاجه بحبها جدا ويعني ولعيب جامد فيها، هي الطاوله. طاوله جدا يعني. مش عايز اقول لك انا عامل فيها ازاي يعني. غالبا انا كنت مره بكلمك عشان نتفق على ميعاد الحلقه دي وسمعت صوت طاوله فعلا. لا انا بص عايز اقول لك حاجه، ان انا يوميا لازم العب طاوله، بحبها بشكل كبير جدا. معلومه غريبه جدا. لما بتكون عايز تفصل بتعمل ايه؟ ايه الحاجه اللي بتعملها اول ما بتفصل؟ بقعد لوحدي، بحب اقعد لوحدي كل فتره كده، كل اسبوع تقريبا لازم اقعد يومين لوحدي. بحب الهدوء يعني. بحبش الدوشه خالص 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 يعني. اتفضل. اوكي هتكلم مين بس تقول لي؟ نكلم عادل. كابتن احمد عادل. كابتن احمد عادل. يلا بينا. انا عارفه ان هو من اقرب الناس ليك عامه. عادل اخويا يعني. بنشوف بس هيجاوب ازاي. هو بتبقى اخويا كده وبيجاوب كله غلط في الاخر. بس يا رب يرد. لا ان شاء الله يرد. اسالوا عن نفسك الاسئله دي. ايه يا عم الصوت ده؟ يا رايك كابتن احمد عادل؟ ايوه.
محتاجينك لو سمحت كده يعني، فضلنا نفسك 5 دقايق ممكن؟ يا عم دي ايه؟ احنا بس بنسجل اه، فمش مش عايز قلة ادب. ده في هوا جامد عندك. اه امال انا اعمل ايه؟ طب بص احنا اسالك اسئله وهي تخصني يعني، صح؟ ايه اكتر حاجه مثلا انا مش بحبها؟ اكله. اكتر اكله انا مش بحبها؟ اكل. اكله؟ اه. طب ما اللي هي ايه؟ مش عارف. اكتر اكله كابتن هاني مش بيحبها؟ اكيد السبانخ بقى والحاجات اللي السبانخ. اخويا مش طبيعي. انا ما بحبش السبانخ، تعرفت منين؟ عيب عليك يا ابني، انا يا ابني انا عارف. هو ده اللي جاب او انت نسيت تقول لي سبانخ؟ اه والله العظيم ده انا عرفت كده. انت قريب مني قوي يا دولا. انا في قلبك، انا في قلبك. طيب السؤال التاني، لو عندك فرصة إيه؟ تختار لاعب عالمي، يعني لاعب عالمي ولاعب قديم تفطر معاه، ولاعب قديم تفطر معايا انا مش انت. ايه بتقول ايه يا ابن؟ اسمع، لو انا عندي فرصة اختار، اتمنى ان انا افطر مع مين؟ لاعب عالمي. مين؟ ماشي، مين بقى؟ انا بسألك، انا المفروض اختار مين؟ انا بحب مين؟ انت بتحب يا ابني؟ ماشي، ما انت المفروض تقول لي يا ابني. انا جاوبت. انا بقى عايز اعرف الاسئله الاجابه بتاعتك زي بتاعتي ولا لا؟ ده غبي قوي. اه اه ايه؟ طب ماشي ماشي، طب ماشي قول لي ده السؤال تاني. مين بقى اللعيب العالمي؟ مين اللعيب العالمي ومين اللعيب القديم اللي انا نفسي ان انا افطر معاه وان انا اقابله؟ اكيد كريستيانو رونالدو. جدع. ومين المصري؟ المصري؟ اه انت يعني اللي انت عايز. اكيد انا. يا ابني ما انا بفطر، يا ابني ما انا بفطر معاك كل يوم يا ابني. طيب تمام، جاوب جاوب رونالدو كويس. ماشي، طيب السؤال التالت عادل. لو استنى، ايه ده يعني انا قلت غلط دي؟ لا انت قلت كريستيانو صح، بس مين اللاعب المصري اللي انا بحبه وممكن اللي انا عايز اشوفه واقعد معاه تاني؟ يا ابني ما في غيرك مصر يا ابني، اخلص مش انت غيرك. في مصر؟ اه مصري؟ اه استنى اقول لك مين انت بتحبه وتقعد معاه. عماد متعب؟ لا انا قلت، انا قلت ابو تريكه، بس متعب حبيبنا برضو مش مشكله، متعب بشوفه كتير. طيب السؤال الثالث. ماشي قوي يعني. ماشي السؤال الثالث. انا لو كنت ممثل كان ممكن امثل دور ايه؟ او كان ممكن تبقى شبه مين؟ او شبه يعني او الي الي عشان والله ما سمعت. انت قلت ايه تاني؟ رومانسي. رومانسي رومانسي ايه بس؟ كابتن احمد علي انت في حته ثانيه خالص. هو ايوه، هو هو اجابه واحده، هي اجابه واحده، ما تقعدش تجود. ماشي اكشن. طيب مين الممثل اللي انا بحبه؟ الممثل اللي انت بتحبه قديم ولا جديد؟ يا عم قديم، ده انت مقرف. انت لازم تقطع صوتك دي بعد الحلقه دي على فكره. انا مش فاهم انا. او الممثل اللي شبه شويه مين؟ او انا شبهه؟ احمد عز. جدع صح. صح بعد ما قلنا له كل اللي ما نقدرش نشكك فيك يا دول، ما نقدرش. طيب لو هفتح محل اكل هيبقى ايه؟ المفروض تجاوبها صح. تفتح محل اكل؟ اه الحاجه اللي انا بحبها اكلها. بتحبها تاكلها؟ ما انت مالكش انت في الحاجات اللي هي الشعبي. جدع. ايه بقى هي الحاجه؟ محل مشويات مثلا. مشويات؟ ما تمشيش معاك بيتزا؟ اه انت رابع على ايطالي؟ ايطالي اه. ماشي ماشي ماشي. ريال ولا برشلونه؟ طبعا ريال. جدع دوله. اول حد بكلمه لما بكون مخنوق من غيرك. ها يا ابني هو في ايه؟ غيرك غيرك. غير انا؟ اه. من صحابك يعني؟ اه. انت برضه انت حبايبك كتير ومالكش حد قريب. ده يعني عكس خالص. انت خيبت توقعاتنا يا كابتن. انا بكلم حد لما بكون مخنوق؟ ما انت لما بتكون مخنوق ما بتقعد لوحدك يعني. ما شفتي؟ جدع دولة. مين بيغلبني في البلاي ستيشن؟
اكيد انا. يا دي النيل عليا. هو طبعا هو خلاص. ماشي انا قلت كده برضه. لما بكون عايز افصل بعمل ايه؟ ما انا بقول لك انت بتقعد لوحدك يعني، انت بتقعد لوحدك. حصل. معروف. جدع عادل. ماشي يا كابتن احمد، متشكرين على وجودك معانا ومعلش عطلناك. وفرصة سعيدة. وفرصة سعيدة ويا ريت اقطع علاقتي بيك. بالظبط كده. والله بقول لك على حاجة، طب جبتك 90% من الحاجات. والله العظيم 99%. ماشي يا عم. انت اخويا. انت هتجيبني فين؟ انت اخويا. انت اخويا مش صاحبي. حبيبي يا دولا. يلا باي باي. باي. تقريبا جاوب بالظبط يعني 90% من الاسئله صح. نورتني يا كابتن جدا جدا واتبسطت جدا جدا بالحوار معاك. تحب تقول ايه بقى في اخر الحلقه دي؟ بقول طبعا كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وجمهور النادي الاهلي بخير والشعب المصري كله بخير، ويا رب اتمنى ان شهر رمضان يكون خير وسعاده وحب على الناس كلها. وانا مبسوط ان كنت معاكي، وحلقه لذيذه ومن الحلقات اللي انا بحبها، لان بحب اطلع حاجات بتبقى لايت شويه كده بتعجبني بصراحه. فبتمنى لك التوفيق. ما نكونش ضايقناك. لا لا خالص والله، بتمنى لك التوفيق، وانت ما شاء الله يعني مذيعه شاطره ومذيعه مجتهده، وبتمنى لك التوفيق ان شاء الله. بشكرك جدا يا كابتن، نورتني فعلا. مشاهدينا كده وصلنا لنهايه الحلقه مع كابتن هاني العجيزي. اشوفكم مره تانية في حلقات تانية مع نجم جديد.